السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما أخذنا المرة اللي فاتت الأريزمية، إيه سببها وإيه أنواعها، هنتكلم النهاردة عن الأنتي أريزميك دراجز. إزاي بقى بنعالج الأريزمية؟ أولا كان ال 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 إيه اللي بيحصل في إحنا تاكي أريزمي، إحنا بنتكلم بالظبط عن التاكي اريزميا، ده كل الفوكس بتاعنا عليه. كان ايه اللي بيحصل في التاكي اريزميا؟ كان بيحصل زيادة في الهارت ريت، زيادة في عدد ضربات القلب، وبتكون نتيجة زيادتها عن الطبيعي بتكون غير منتظمة. يبقى ايه هو هدف او ايه هو الجول بتاع الانتي اريزميك دراجز؟ انها تقلل الهارت ريت، to decrease the heart rate. طيب تعالى نشوف بقى اصلا ازاي الهارت بيعمل بيتينج، ازاي القلب بينقبض على السيلولر ليفل. اللي بيتحكم في انقباض القلب هو حركة الايونات خلال ion channels, specific ion channels. فده يعني ده هندرسه على السيلولر ليفل. ده السيل ممبرين بتاع السيلز بتاعت الهارت. اللي بيحصل علشان يحصل انقباض في عضلة القلب، فالقلب بيحصل له بيتينج، ينبض، هنلاقي ان الصوديوم اينز المفروض انها تدخل والبوتاسيوم اينز المفروض انها تطلع، فيحصل عكس البولاريزيشن، يحصل حالة اسمها الديبولاريزيشن. وكمان ان الكالسيوم يدخل، وده اللي الكالسيوم ده معروف ان هو بيحفز انقباض العضلات. يبقى ده اللي بيحصل very simple، ايه ده اللي بيحصل على مستوى الخلية علشان ينقبض القلب. يبقى تاني هنرتب الاحداث كده. الاول بيحصل حركة للآينز اللي هي الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم آينز خلال آين تشانل، هينتج عنها ايه؟ يحصل ديبولاريزيشن للممبرين، هيتعكس البولاريزيشن، وده عبارة عن electrical changes. بينتج عن electrical changes دي mechanical changes، يبقى ينتج عن ان اتغيرت الكهرباء بتاعت الممبرين وتغيرت تركيز الاينز خلال الممبرين وحصل ديبولاريزيشن، انه يحصل mechanical change ان العضلة تنقبض، فيحصل بيتينج للهارت. طيب احنا قلنا غرض الانتي اريزميك دراجز انها تقلل الهارت ريت، يعني تقلل عدد الدقات في الدقيقة الواحدة. هي بقى هتقطع عن طريق ايه؟ انها ترجع تشوف السبب ايه من الاول، حركة الايونات دي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم خلال اين تشان. هي هتعمل ايه بقى الانتي اريزميك دراجز دي؟ هتروح للاين تشانلز دي وتمسك فيها وتعوق حركة الأينز خلال الأين تشانلز، هتعوق، هتعمل هاندرينج، هتعوق حركة الصوديوم البوتاسيوم أو الكالسيوم أينز خلال الأين تشانلز الخاصة بيه. وبالتالي حركة الأينز دي خلال التشانلز هتبقى بطيئة، وبالتالي عشان يحصل ديبولاريزيشن للممبرين هيحصل ببطء، هياخد وقت أطول. فمثلا لو كان الديبولاريزيشن ده مثلا بيحصل في 10 ثواني، هيحصل مثلا في 30 ثانية، 20 ثانية. نتيجة ان الديبولاريزيشن بتاع الممبرين بيحصل ببطء، فعدد الالكتريكال تشينجز اللي كانت بتحصل في الدقيقة هتقل، هينتج عنها ان عدد الميكانيكال تشينجز اللي بتحصل في الدقيقة هتقل، هينتج عنها ان عدد الدقات اللي هتحصل في الدقيقة هتقل، اللي هو تعريف الهارت ريت. يبقى الهارت ريت هيقل. تاني سريع، اللي بيحصل علشان القلب ينقبض ويدق، بيحصل ان في ايونات اللي هي الصوديوم البوتاسيوم والكالسيوم بتعدي خلال قنوات خاصة بيها موجودة في السيل ميمبرين بتاع القلب. لما بتعدي الايونات دي بيحصل حالة من الديبولاريزيشن لجدار الخلية.
الديبولاريزيشن ده عبارة عن electrical change، تغيرات كهربائية بتحصل في الجدار بتاع الخلية. نتيجة التغير في الكهرباء دي بتاعت الممبرين بيحصل تغيرات حركية، ميكانيكال تشينجز، تغيرات بقى ملموسة، ان بيحصل انقباض. هنا بقى في الحالة بتاعت القلب هيحصل انقباض في عضلة القلب، القلب هينبض. الانتي اريزميك دراجز عايزة توقف، مش هتوقف، هي عايزة تقلل عدد ضربات القلب. فهتعمل ايه؟ هتروح للمصدر اللي هو الاين تشانلز، تمسك فيها تعوق حركة الايونات دي، الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم. فالجدار الخلية هياخد وقت طويل علشان يعمل يحصل له ديبولاريزيشن. فعدد الالكتريكال تشينجز اللي كانت بتحصل في الدقيقة الواحدة هتقل، وعدد الميكانيكال تشينجز اللي كانت بتحصل في الدقيقة الواحدة هتقل. ايه الميكانيكال تشينجز في حالة القلب؟ اللي هي الدقات، عدد الدقات في الدقيقة الواحدة هتقل. هو ده تعريف الهارت ريت، فهلاقي ان الهارت ريت هيقل، وهو ده المفروض اللي عايزين نوصله. الانتي اريزميك دراجز فور كلاسز، مش كلاس واحد، مش نوع واحد. كلاس 1 هما بنسميهم الصوديوم شانل بلوكرز، دول اللي بيمسكوا في الصوديوم شانلز فبيعوقوا حركه الصوديوم اينز. نسيب كلاس 2 شويه وندخل على كلاس 3. كلاس 3 هو البوتاسيوم شانل بلوكر، يبقى احنا قلنا الصوديوم والبوتاسيوم. كلاس 4 هو الكالسيوم شانل بلوكرز. يبقى احنا من السلايد اللي فاتت قلنا ان عندنا ثلاث انواع من الايونز، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، هما دول اللي بيسببوا في الاخر انقباض القلب. وهما دول اللي في منهم دول كده خلصوا ثلاثه كلاسز من الانتي اريزميك دراجز. كلاس 1 الصوديوم شانل بلوكر، كلاس 3 بوتاسيوم شانل بلوكر، وكلاس 4 الكالسيوم شانل بلوكر. كلاس 2 بقى اللي سببه في الاخر اللي هو البيتا بلوكرز، ده اللي بيقفل السمباثيك ستيميليشن فهيقلل الهارت ريت. ناخد كل كلاس كده سريعا. كلاس 1 اللي هو الصوديوم شانل بلوكر هو اكشولي مش بيعمل بلوكينج للصوديوم شانل النهائي، هو بيعمل بارشال اوكلوجن، يعني بيسدها جزئيا، يعوق بس حركه الصوديوم، مش بيوقفها نهائيا. فقلنا احنا نتيجه انه بيعوق حركه الصوديوم خلال الصوديوم شانل، فالممبرين بياخد وقت اطول علشان يحصل له ديبولاريزيشن. فهنا بنقول بيعمل استابيلايزيشن للممبرين، الممبرين مش بسهوله يحصل له مش بسهوله ان هو يتاثر باي مؤثر، بيبقى بيحصل له استابيلايزيشن، فبنسميهم ممبرين استابيلايزرز. ودول بنقسمهم ل 3 سب كلاسز بناء على ايه؟ بناء بقى على كل سب كلاس يعني الادويه بتاعته قدره ارتباطها، قوه ارتباطها بالصوديوم شانل. في حاجات انترميديت، في حاجات بتمسك قوي في الصوديوم شانل، تمام، في حاجات ويك. طيب الثري سب كلاسز دي زي ايه؟ كلاس 1 ايه اللي هو الكينيدين، والكينيدين ده يعتبر البروتوتايب بتاعنا. الكينيدين ده لوحده اصلا ليه 5 افكتس بيعملهم، فبينتج عنهم المين فانكشن اللي احنا بنتكلم عنها دي. ولو كان في وقت ممكن نتكلم عن الكينيدين ده في فيديو لوحده. وده اول دواء يعني اكتشفوه لعلاج التاكي اريزمي. في البروكاينامايد الكلاس 1 بي اللي هو زي الليدوكاين وزي الفينيتاين. كلاس 1 سي اللي هو الفليكاينايد والبروبافينول. طيب كلاس 2 اللي هم البيتا بلوكرز، ودول بيوقفوا الاكسايتاتري افكت بتاع السمباثيك نيرفس سيستم على القلب فبيقللوا الهارت ريت. وزي ايه؟ زي البروبرانولول، واتكلمنا كتير قوي في فيديوز قبل كده عن البيتا بلوكرز. كلاس 3 ده برضو بيعمل، ده بقى بيعمل بارشل اوكلوجن للبوتاسيوم شانلز، قلنا مش كومبليت بلوكينج. زي الاميودارون موجود في الدراج في الصيدليه اسمه الكوردارون. كلاس 4
اللي هو بيعمل اللي هو الكالسيوم شانل بلاكرز، ودول زي ايه اشهر حاجتين، هما السيناريزين والدلتيازيم. السيناريزين موجود في حاجة زي الاستجرون، الدلتيازيم موجود في حاجة زي الالتيازيم. وكده نكون خلصنا كلامنا عن الانتي اريزميك دراجز، بالتحديد الدراجز اللي بيستخدمها في علاج التاكي اريزميك.